جاءت معذبتي في غيهب الغسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. فقلت هذه أحاديث ملفقة موضوعة قد أتت من قول مختلقي. فقالت وحق عيوني عز من قسم، وما على جبهتي من لؤلؤ الرمق. إني أحبك حبا لا نفاذ له، ما دام في مهجتي شيء من الرمق. فقمت والهان من وجدي أمازحها، أذحت اللسان رأيت البدر معتنقي. قبلتها، قبلتني وهي قائلة، قبلت فاي فلا تبخل على عنقي. قلت العناق حرام في شريعتنا، قالت أيا سيدي واجعله في عنقي.